فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز ما تعمله كثير من الشركات اليوم أنها تطلب بضائع معينة ويتم الاتفاق عليها وعلى موعد تسليمها، ولكن تكون قيمة تلك البضائع على دفعات، منها دفعة مقدمة؟ لا، هذا سلام، ولا بد من تسليم القيمة كاملة في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين. نعم.